معانا اتصال تليفوني بالأستاذة والزميلة العزيزة خديجة أبو القاسم، مقدمة برنامج هنحب أيامنا. مساء الخير خديجة. مساء الفل والياسمين يا حبيبتي يا استاذه هدير، منوره الدنيا كلها. احنا مش هنحب أيامنا، احنا خلاص حبينا أيامنا معاك يا خديجة. ميرسي يا حبيبه قلبي، ده من كل ذوقك. سنة كل وانتي سنه طيبة. وحضرتك طيبه، كل سنه وحضرتك بألف خير وكل الامه الاسلاميه، اللهم آمين وان يا شاء رب. الله تكون سنه سعيده علينا كلنا وكل سنه وجميع مشاهدين الصحه والجمال والقائمين عليها بكل خير وصحه وسعاده يا رب. يا رب يا رب، كل سنة وحضرتك طيبة. ايه ميرسي يا أخبار حبيبتي العيد وحضرتك معاكي بألف بقى؟ خير. قوليلي، تمام الحمد لله. قاعدين في بيوتنا واخدين كافة الإجراءات الاحترازية؟ لا انا ماشيه جدا بالاجراءات الاحترازيه، يمكن انا اكتر واحده في الدوله كلها ملتزمه بيها جدا لان انا موسوسه شويه. يعني انت بقى كده ما اكلتيش كحك وبسكويت ولا ايه؟ لا بالنسبه للكحك وبسكويت حاجه والاجراءات الاحترازيه حاجه تانية. اصل الإجراءات الاحترازية هنا ليها شقين على فكرة، شق لا 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 طبي، شق طبي واحنا قاعدين مع دكتور محمد، والشق التاني بقى طبعا الكورونا، واللي يعني ربنا يعافينا. اللهم امين، وتحياتي للدكتور اللي موجود مع حضرتك. اهلا تحياتي ليك يا بحضرتك، فندم، اهلا منور بحضرتك، الحلقه ومنور الشاشه كلها. ده نوري كمان. ميرسي ميرسي وكل جدا سنه يا خديجه، وحضرتك طيب. كل وانتي سنه وحضرتك بألف طيبه، صحه كل سنه وسلامه يا وحضرتك رب. قولي لي بقى خطتك ايه بعد العيد؟ انا سامعه كده في حاجات حلوه هنا في الصحه والجمال. هو بصراحه الموضوع انا مخليه شويه سبرايز، يعني مش عايزه يبقى فيه سبرايز. عايزه يبقى فيه طب سبرايز اكسكلوزيف طبعا. طيب للصحه والجمال. طيب يعني معقول الصحه والجمال مش هتعرف يعني لا اكسكلوزيف؟ ده انا بالنسبه للساده المشاهدين يعني، لكن صحه والجمال عارفين طبعا، وهي قناه متميزه جدا. انا طبعا تشرفت جدا جدا بوجودي فيها، لان فعلا انا بحس فيها بروح الفريق الواحد. طبعا يعني طبعا. انا بخرج من كل حلقه بحس ان اللي بيدعموني اهلي مش طيب مجرد يعني زمايل، ده يبقى حقيقي ده مش فعلا. مجرد كلام على فكرة، ده مجرد فعل. اه فبالتالي والله انت هتقولي ده لي حقيقي. دلوقتي بعد اذنك طبعا اي حاجة اه صغننة كده حلوة تفرحينا بيها. طيب، هو انا دايما معوده الساده المشاهدين ان برنامجي بيكون اجتماعي طبي، تمام؟ ان شاء الله باذن الله البرنامج المره دي هيبقى واخد شكل التوك شو شويه الاجتماعي، ومعايا طبعا ضيوف هتكون مفاجاه، كان بناء على طلب مشاهدين كتيره جدا هطلع بيهم باذن الله سلسله حلقات كامله مع ضيف معين طبعا. لا بس خلاص معلش يا استاذه هدير مش هقول لا لا مين. لا، شكله كده فيه مفاجآت كتير على فكرة البرنامج لا بتاعنا ده. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. واوعد شوقتيني طبعا شوقتيني خديجة، على فكرة شوقتيني جدا لبرنامجك، وان شاء الله حبيبتي قناة شكرا الصحة والجمال متشكرة وكل الكرو الجميل الهايل اللي وراء الكاميرات في انتظارك. تشرفينا متشكرة، وهنحب ايامنا اكتر بوجودك معانا في الصحة والجمال. شكرا ربنا ليكي، وكل يسعدك سنة وانتي طيبة وكل اسرتك بخير.